لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الخميس 26 من ذي القعدة لعام 1436 للهجرة، الموافق 10 سبتمبر لعام 2015 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. أعلن حزب النور عن دمج قائمتي الصعيد والدلتا في قائمة واحدة وخوض الانتخابات بقائمتين بدلا من 4. وأوضح الحزب في بيان حصلت الفتح على نسخة منه أن هذا الإجراء جاء لإرساء مبدأ الشراكة الحقيقية لجميع القوى الوطنية المخلصة، وخاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلدنا الحبيب، والتي تحتاج اصطفافا وطنيا حقيقيا وإعادة اللحمة للشعب المصري وإشاعة روح الثقة والتنافس الشريف من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية، متماسكة قوية مستعصية على كل معاول الهدم ومحاولات التخريب التي تستهدف كيان الدولة وبقائها. قال الدكتور أحمد خليل خير الله نائب رئيس حزب النور لشؤون الثقافة إن شعار النور في الانتخابات البرلمانية هو الطموح والوضوح، بهدف تقديم مزيد من الوضوح أمام الشعب، مشيرا إلى أن حزب النور يمتلك رصيدا من الأفعال للأقوال. وأكد خير الله أن حزب النور يمتلك برنامجا انتخابيا شاملا يرتكز إلى 5 محاور أساسية، أهمها تنظيم المشهد السياسي بحيث يكون قادرا على اتساع الجميع، الأمر الذي يساهم في تجميع الفرقاء وإرساء الاصطفاف الوطني دون إقصاء أو اتهامات لأحد، وكذا السعي نحو إرساء أسس الاستقرار. وقال خير الله إن الحزب يرحب بالنقد طالما يكون ذلك بعيدا عن التجريح والتشهير. وأوضح خلال لقائه على فضائية سي بي سي ببرنامج ممكن مع خير رمضان أن من يدعي أن حزب النور حزبا دينيا فلماذا لم يفصح عن ذلك أثناء مشاركة النور في لجنة 50 وأثناء تنظيم حملة مصرنا بلا عنف، بالإضافة إلى مشاركة الحزب في خارطة الطريق، مضيفا أن ما يحدث حاليا من مطالبات لإقصاء الحزب هو لسان حال للفوضى. وعلق على الحملة المثارة على الحزب والتي تدعي أنه حزبا دينيا وتطالب بحله قائلا: هناك من يريد احتكار حق القضاء من أجل إقصاء الحزب من المنافسة السياسية كونه منافسا قويا لهم. أشاد الدكتور خالد الزعفراني القيادي السابق بجماعة الإخوان بقرار حزب النور خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمتين فقط بدلا من 4 قوائم، وقال القيادي السابق بالإخوان أن قرار النور يؤكد أنه يختلف عن جماعة الإخوان تماما ويتحرك وفقا للواقع السياسي القائم، مشيرا إلى أن خوض حزب النور بقائمتين فقط تزيد من شعبية الحزب. اعترفت مارغريت عازر المرشحة المحتملة والقيادية في قائمة في حب مصر أن كافة القوائم الانتخابية في مصر غير قادرة على امتلاك كوادر ذات كفاءة تستطيع المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة عدا حزب النور. كثف طيران التحالف صباح الخميس من غاراته مستهدفا عددا من مواقع وتحصينات الحوثيين والمخلوع صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، كما شهدت تعز ليلة ساخنة من الاشتباكات في وقت اشتدت المعارك على أكثر من جبهة في مأرب استخدم فيها التحالف طائرات الأباتشي للمرة الأولى في العمق اليمني. طالب مجلس جامعة الدول العربية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها 3، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. في إشارة إلى إعلان البحرين الأخير عن ضبط خلية إرهابية حاولت تهريب أسلحة إيرانية إلى داخل البلاد، أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن كمية المتفجرات التي أتت من إيران كانت كفيلة بمحو المنامة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس أن الرحلات الجوية الروسية التي تحمل مساعدات إنسانية لسوريا تحمل عتادا عسكريا إلى جانب المساعدات الإنسانية، وقال لافروف إن روسيا ستتخذ مزيدا من الخطوات بشأن سوريا إذا دعت الحاجة، وصرح بأن أفراد الجيش الروسي موجودون في سوريا منذ سنوات.
شن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة هجوما حادا على زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في شريط بثته مؤسسة السحاب التي تعد إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم القاعدة، حيث قال الظواهري: تحملنا الكثير من الأذى من جماعة البغدادي الذي زعم أنه خليفة على المسلمين بغير مشورة، وكل همه جمع البيعات وشق الصفوف على حد قوله. دمر طيران التحالف الدولي قاعدة عمليات لتنظيم داعش الإرهابي، كما قتلت قوة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية 9 من عناصر التنظيم بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق. أعلنت السلطات السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم وحتى يوم أمس بلغ 796,581 حاجا. أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تدشين تطبيق قاصد الحرمين وبوابة الخدمات الإلكترونية على الأجهزة الذكية، والتي دشنهما الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة ضمن فعاليات الحملة. أعلنت القوات المسلحة أنه استمرارا لمراحل العملية الشاملة حق الشهيد التي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن العريش وشيخ زويد ورفح، أن نتائج اليوم الثالث من العملية الشاملة أسفرت عن قتل عدد 30 من العناصر التكفيرية المسلحة التي بادرت بإطلاق النيران على القوات أثناء تنفيذ مهامها والقبض على 41 آخرين من المشتبه بهم. تكثف الأجهزة الأمنية في الجيزة جهودها لضبط متهمين سطوا على سيارة يستقلها موظفون بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وبحوزتهم مرتبات القضاء ورؤساء النيابة بمحكمة جنوب الجيزة، وتتعدى قيمتها 460,000 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة. شدد الدكتور خالد زكريا العدلي محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمدن بتطبيق العقوبة المقررة على أصحاب المحال التجارية حال إلقائهم القمامة والنفايات الخاصة بهم بالطريق العام، وأعلن أن غرامة إلقاء المخلفات بالشوارع تصل إلى 1000 جنيه كغرامة فورية على صاحب المنشأة التجارية أو قطع المرافق عنه وإحالة صاحب المنشأة للمحاكمة الجنائية حال قيامه بإزالة ختم الشمع الأحمر إذا تم فرض عقوبة الإغلاق للمنشأة. أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أن المؤمن عليه يستحق معاش إصابي في حالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل على أن يكون سن المصاب أقل من 60. افتتح المهندس هشام سالم رئيس الإدارة المركزية لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية نيابة عن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية صباح اليوم الخميس مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين بحي أول الزقازيق ومركز ومدينة أبو حماد بالمحافظة ضمن أهداف برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالوزارة. قال الدكتور وحيد سعودي في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم أن العاصفة الترابية ستقل حدتها اليوم وستصاب البلاد بغيوم في الرؤية وستنتهي الجمعة المقبلة إن شاء الله. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي حديث فضل العشر الأول من ذي الحجة وفضل العشر الأول من ذي الحجة لفضيلة الشيخ أحمد فريد وفضيلة الشيخ سعيد حماد وفضيلة الشيخ ياسر برهامي وفضيلة الشيخ شريف الهواري وفضيلة الشيخ علي حاتم والشيخ رجب أبو بسيسة والشيخ أبو بكر القاضي. 30 صفقة لعشر ذي الحجة الشيخ إيهاب الشريف. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي تفريغ المحاضرة الأولى من سلسلة الإيمان والكفر فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. مواقف عمرية: 1. المهندس إيهاب شاهين. عصبية للقبيلة أم للدين؟ الدكتور خالد الرحيم. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لكم.